لك الأم، الوطن، الحبيبة، الفن، والله رتب لي اياهم، مين حبه بيجي بالأول؟ لك الأم والوطن واحد، بتخيل فيك تجمعيهم. الوطن أم والأم وطن. ايه أنا أمي وطني، أمي ووطني أمي، يعني بشوفهم ببعض. يعني أنا بس روح على الشام بشم ريحة أمي، وهي اللي خلقتني أنا بوطن اسمه سوريا. سو أنا ولدت من أب وأم سوريين، سو ورثوني هالوطن، هالجنسية. الشعور الإنساني تبعي بيغلب شوي. الله فوق الكل، الله فوق الدنيا كلها، بس صعب نحطهم مرتبين مع بعض. إذا بتشيلي الله على جنب، نحط الله على جنب، لأنه دائما بس نحط الله بأي موضوع حلو بصير الموضوع غالب. أنا عم بحكي بحقيقة، ما اليوم ماني حابب فلتر. ايه بس بما أنه أنا هيدا اللي ذكرتي لي أمي، ف يمكن أنا غلطان، يمكن أنا صح، بس أنا هذا اللي أنا شاعره بالنسبة لي. بالمرتبة عدي لي اياهم شو كانوا؟ قلت لك الأم، الأم، الوطن، مثل الله، الحبيبة والفن. كمان الحبيبة الأم والوطن، الحبيبة والفن. والله على جنب، الله خلي حطيه على جنب. الله محبته وتقديره وقيمته وقدره أكبر منا كلنا. شو بتخيل؟ ما عم بدي صدقا. نعم. بس لا يتناسبوا مع بعض جميعا. أتخيل الله منحطه على جنب، ما منحطه على جنب إنه بمعنى إنه الله فوق كل الله شيء. فوق الكل وفوق نعم. أي طبيعة بشرية فوق أي ترتيب. صحيح. صح. نصيف، أنت بتحب الله أو بتخاف من الله؟ لا، نحن تعلمنا نحب الله. الله محبة، أنا هذا النهج اللي ربينا عليه. ولا مرة خوفوك من الله؟ نعم، الله محب، الله بسامح، الله كريم، الله. بسمعك دايما نصيف بترتل، قديه مهم الفنان يعطي مال الله لله ومال الفن للفن؟ مهم جدا اللي انت عم تقوليه، بس أنا ما برتل لأي سبب من الأسباب. أنا بلشت مرتل أصلا. أنا بلشت بالكنيسة؟ يعني الموضوع الفني طلع معي، اكتشفوه بالكنيسة. قديه كان عمرك؟ كنت عمري 6 سنين وقت ما عملنا حفلة لعيد الأم بالكنيسة. كان كمان عيد الأم. ايه. وأنا ما كان عندي ولا دور بالحفلة. سو قالوا لي، زعلت. قام الإخوة كانوا بمدارس الأحد قالوا لي بتغني، كانت وقتها ضاربة مين حبيبي أنا. الله. قال بتغنيها؟ قلت لهم بغنيها بس بدي شارك بالليل. ايه. وأنا ما كان موضوع الفن عندي ولا ما كان فيه. 6 سنين ما مش واضح إذا في موهبة أو من عدمها. بس سبحان الله حبيت هيك، بس وقفت على المسرح وزقفوا لي. هلا خبصت أنا شو غنيت وشو عملت، ما كان في يعني مش ما في أصلا بذرة موهبة. اللي قلته كان كمان مع صبية من مدارس الأحد، بعدين كفت فكنت مرتل. يعني أول أغنية فينا نقول غناها نصيف زيتون هي مين حبيبي أنا. إيه صح، بالكنيسة. صح، بعيد الأم اللي كان بساحة الكنيسة. إيه. كيف تقولها؟ كيف قلت؟ كيف قلت؟ كثير بشع. أنا طميعة كثير. ما معقول يكون معي نصيف هالصوت الحلو، مش كل شوي أنكز وأقول له بدي أسمع. بدها تنام. يلا تطلع حلوة. أنا برد عليك بصوت واطي. حبيبي أنا. رد علي قولي من حبيبي أنا. رد علي قولي من حبيبي أنا. رد علي وقولي.